بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول الهويات المعزولة من سكان الفضاء المتطورين منهم في المنظومة التربوية لأطفالنا، تقول بعض الهويات المعزولة أنهم متفوقون على البشر تكنولوجيا لأنهم 90% من أفرادهم علماء، دكاترة، أطباء، بيولوجيون ومهندسون، و10% فقط منهم من هذه المخلوقات من العوام. وأما البشر من العوام 10% منهم من العوام، والباقي آلات بيولوجية وآلات ميكانيكية وهكذا. وأما البشر يقولون أنتم البشر الأرضيون، ف10% منكم هم العلماء والدكاترة والأطباء والمهندسون إلى آخره، و90% هم من العوام. ويقولون هذا راجع للمنظومة التربوية الفاشلة للبشر، وهذا راجع لأننا نمتحن، ويقولون هذا راجع لأننا نمتحن المترشح للارتقاء في الرتب على المعلوم، وأنتم تمتحنون المترشح فيكم على المجهول، فهم كالمقامرون عليهم. أقول ويقولون عليهم أن يحفظوا من 30 إلى 100 عملية رياضية مثلا، لعله يكون السؤال عن إحدى هذه الاحتمالات كالقمار. فأما هم أي الهوية المعزولة فيمتحنون المترشح على العملية التي يعطونها له ليحفظها ويعرضها عليهم، فإن أحسنها انتقل وإلا رسب. فطريقة تعليمكم أي عن نحن هم يقولون عنا تنفر الكثير من الناس عن طلب العلم والارتقاء في الرتب بسبب الكم الهائل من المعلومات التي يستحب معرفتها، لكن من الصعب على الكثير من البشر استيعابها. هذا كلامهم، انتهى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.